عند الشكر الجزيل للاستاذه الجليله الشاعره ديالنا ملكة جبري، وكذلك الاستاذه اللي مجا من تطوان الحمامه البيضاء، والاخوان الحاضرين معنا المسؤولين في المنتدى الاتحاد الدولي، اللي في الحقيقه كرموا هذا المعهد اللي عنده تاريخ، معهد شهد مرور ادباء وفنانين ومبدعين اللي واقع عندهم تاريخ عريق في هذه المدينه، لا المدينه العرائش ولا المدينه ديال القصر الكبير. الكلمه ديال الاستاذه الجليله الشاعره ديالنا اطفى واحد الدفء رغم قساوه الطقس، اطفى دفء على المكان ولا الحضور الكريم. انا في الواقع كنشكركم جزيل الشكر لسبب بسيط ربما، هو اعطاء الاهميه لما هو ثقافي. احنا محتاجين اكثر من وقت مضى ان مساله الثقافه نبداوها بالاهتمام اللي كتحظى به واللي خصها تحظى به الثقافه. انا في الحقيقه ربما كنشاطر الاستاذه الشاعره الجليله ديالنا ملكة جبري، ان رغم الظروف ديال الكوفيد والاحترازات الوقائيه اللي ربما كنا نحافظوا عليها، هذا لا يمنع ان الادباء ديالنا المقيمين هنا في العرايش يجيو حضروا، ربما كذلك لسبب بسيط، لان الاخوان في تطوان الكلمه ديال الاستاذه اثرت فيا، لان جاو وعملوا تكريم لواحد الشاعر ديالنا اللي تطواني عرائشي، لان قام في مدينه تطوان المرحوم محسن الاخريف، فكان لابد اقول ان نسجلوا الحضور ديالنا تكريما، كذلك من بعض الاسماء والمبادره اللي قامت بها الاستاذه الجليله الجباري، لان هذا الشيء هذا شنو يعطي واحد الدفعه نوعيه لما هو ثقافي. وهذا المكان هذا يشهد مرور عدد كبير من الادباء ومن الفنانين ومن الموسيقيين، كنقول باش نعطيوه واحد الجرعه اخرى كان خصنا نحضروا وندعموا هذه المبادره. كذلك معنا الاستاذ الشاعر دريس علوش، اللي من هذا المنبر عمل كننوه به وبالعمل اللي كيقوم به، كذلك الاستاذ احمد اشاقي المندوب الاقليمي على الثقافه هنا في العرائش اقليم العرائش، كذلك معنا الاستاذ الجليل ديالنا حتى لا انساه السي قنجع عزيز، اللي في الواقع دائما يسجل الحضور ديالو رغم الظروف كما كانت النوع ديالو، فهو يدعم ثقافة، يدعم هذا الكيان اللي خصو يكون عند اي جهه من الجهات. انا كنقول زعما بدون ثقافه لا نحيا. صحيح دوزنا من فتره ديال الكوفيد، الثقافه عرفت تراجع خطير، عرفته على جميع الاصعده، ولهذا زعما انا كنزيد نشكر الاخوان القائمين على الاتحاد الادباء الدولي على هذه المبادره. هذه مبادره قيمه، وكنزيد نقول ان نزيد نشجعوهم باش يعطيونا اكثر واكثر، وبنقطه بنقطه كيحمل الواد. كنشكركم مجددا، لان استضفتني ما وجدتي الكلمه، انا عملتها تلقائيه، ونتمنى تكون عرفتكم.